مساء الخير، ما قدرتش اكمل معلش بالحفله الكبيره. انا بالصراحه انا مش عارفه اشكركم اقول لكم ايه، وما كانت في فرصه ان انا اطول معاكم مع حضراتكم. وانا بشكرهم جميعا، والحفله الكبيره دي بالصراحه انا ما استاهلهاش، لان دي شهاده صغيره مش بيتبل لي حاجه كبيره. يعني الحاجه الصغيره ديت ان انا ما كنتش فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه في الدنيا ولا عارفه اي حاجه. ففكرت ان انا اتعلم محو الاميه عشان السمع بتاعي ما فيش الا السمع خالص، السمع بتاعي ده ما فيش الا سمع. فتعلمت محو الاميه بالعافيه، كنت بروح الشغل من الشغل للبيت، الشغل للشغل للبيت. بعد كده كنت بروح للساعة 7 3 ايام بالاسبوع، وكنت بطلع الدور الثالث بالعافيه عشان احاول اطلع الدور الثالث. وكنت غلطانه وتعبانه عشان عايزه اتعلم. كنت بقوي نفسي، ربنا قويني، وكنت قويه ان انا احط حاجه في دماغي عايزاها، لازم اتعلم. اتعلمت فعلا، اتعلمت، عرفت القرايه دي. انا ما كنتش عارفه ان القرايه دي شكلها ايه، ما كنتش عارفه كمان القرايه ان انا بالنسبه ليا ان انا عايزه افهم باي شكل، عايزه اتعلم باي شكل، مش عارفه اعمل ايه. ففكرت كتير ان انا اقرر. فقابلت واحده كنيسه في شارع 30 جنبي، يعني اسمها رانيا حلمي، فلقيتها بتدي واحده دروس. فقلت لها بتديها دروس ايه؟ قالت لي الدروس دي انا بديها عشان تتعلم، عشان تعرف تقرا وتكتب. انا عايزه اتعلم. علمتني واحد اثنين، وعلمتني طريقة ده لحد ما ربنا كرمها وجالها العريض، راحت وصلتني الأنج أونتي. وصلتني الأنج أونتي بعد ما وصلتني الأنج أونتي، فأنج أونتي وصلي كده استغرب، فكان بيكلمني أنا ما كنتش سامعاه. فهو كان بيكلمني بيحاول إن هو يعلمني بأي شكل. فربنا سطروا عليا برضو أو كنت لما اكتب حاجة كان بيديني يقولي الألف الحرف الإيه والكلام دوت، والأحرف الألف ده والكلام دوت. ابتدى معايا شوية، لما ابتدى معايا شوية كنت كده لقيته إيه بيدي مجموعة، وأنا واقفة قاعدة جنبيهم، هو عمال يديهم دروس على السبورة وعلى الحيطة. فمش عارفة، كنت عايزة أتكلم معاه، مش سامعة كلمة خالص. اتكلم اقول ايه؟ مش عارفة اتكلم اقول ايه. وبصيت كده عايز اتكلم واسمع، مش عارفة عمال اكتب ايه، واحد اتنين مش عارف ايه، بكتب قدام عمال اقرا منه. فبصيت لي كده بيقول لي انت بتعملي ايه؟ قلت له بكتب. قال لي بتكتبي ايه؟ فين ده انا مذاكره؟ قلت له بالصراحة انا مش فاهمة حاجة ومش سامعة حاجة. قال لي لا، ما ينفعش كده، لازم تذاكري ولازم تاخدي بالك من الكلمه اللي انا بقولها. انا عايز الكلام تاني. قلت له برضو يا انكل انا مش سامعه حضرتك. قال لي طب بص على شفايفي وانا بتكلم، قول ما هي كلمه الحرف الالف ايه، كده الكلام ده. هو كان بيتكلم الكلمه، كنت ببص على بقه كنت بسمعه بالعافيه عشان انطق الحرف. فقال لي ده بكتبي اسمي، كتبت اسمي والالوان بتاعي. قال لي ده ما انت بتعرف تقري اهو. قلت له بصراحه انا مش مقتنعه ان انا عايزه اتعلم، مش عارفه في ايه في دماغي. المشكله كلها ودني تعبت، وقلت قوي عايزه اتعلم، مش عارفه. قعدت فتره كبيره معاه جدا، وتعلمت محو الاميه، وبشكر ربنا جدا، وبشكر القداره، داوس، وبشكر أنكم أنتي في كل شيء، وبشكركم كلكم، وبشكر الناس اللي معايا كلهم اللي تعبوا معايا، ربنا أبطرهم وصبرهم إن هم يعلموني. كل واحد في عندي شوية كنت باخد منه كلمتين، كل أنتوني صاحبتي أنجل أي حد كنت باخد منه كلمتين بس. فكنت كل اللي يجي باخد منه كلمه، فأنجل كنت يعني بحاول ان هو كان بيحب يساعدني باي شكل. فعمال يكلمني ما مستمعي، فجت المدام بتاعته دخلت بوستكات وهو بيديها كلمه، بيدي للجماعه كلمه، وانا كنت بدي كلمه عماله ادغدغ نفسي اي كلام
كتب معي اي كلام، عمال يكتب اي كلام مش عارف. هو قلت لي كده مستغرب، فالمدام قالت له خلاص، قال لك انت مع المجموعه دول وسيب مريم عليا انا هعلمها. ربنا برضو صبرها وعلمتني واحده واحده وحرف حرف وكده والكلام ده. وأم جورج الله يرحمه كان بيديني برضو شويه المدام بتاعته، وكل الناس كانت واقفه معايا. كنت انا ما كنتش مصدقه نفسي ان انا بتعلم وعرفت اقرا. وكان في محل اميه، امتحان محل اميه، امتحان ده بالعدد المعادي مش من تحت بس. بعد ما امتحنت دي بعد كم شهر جت حفله كبيره جدا في الفندق، كان انقل معايا. ما كنتش عارفه الحفله دي معناها ايه. فاختي الله يرحمها كانت واقفه معايا، كنت بقول لها ايه ده ايه؟ قالت لي ده حفله. قلت لها يعني مش حفله عيد ميلاد؟ قالت لي لا ده حفله عشان انت تعلمتي محو الاميه. قلت لها ماشي، وخدت الشهاده كده. قالت لي اه. قلت لها ماشي. جيت في يوم، واحده صحفيه جت عليا كده حافيه كده، فقالت لي انت تعلمتي محو الاميه سبب ايه؟ قلت لها تعلمت محو الاميه من قله السمع وانا معوجه. فخدت مني معلومات ثلاثه في جورنان، وبعدين قمت كمل. وربنا يخلي برضه تعب معايا وربنا صبره عليا، والمدام والناس كلها ربنا صبرهم عليا وعلموني. وبشكر جميعا، وبشكر الدنيا كلها، وبشكر الصحفيه، وبشكر الاذاعه والتلفزيون، وبشكر كل الدنيا، واشكركم جدا ومتشكرين. شكرا.